ناقشنا مجموعة من الأفكار والمبادئ بصورة عامة. الأفكار والمبادئ التي من شأنها أن تساهم في التوصل إلى حل للوضع المأساوي في سوريا، بما من شأنه وقف نزيف الدماء. تم الاتفاق على استمرار عملية التشاور، وتقرر عقد الاجتماع القادم في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كذلك عقدنا نحن وزراء الخارجية الثلاث اجتماعا بعد اجتماعنا اجتماعا الليلة مع السيد الأخضر الإبراهيمي ممثل الأمم المتحدة والجمعية العربية، وكان حاضرا أيضا في هذا الاجتماع الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، وحيث قام السيد الإبراهيمي في هذا الاجتماع بتقديم عرض للمهمة التي قام بها مؤخرا إلى سوريا خلال الأيام الماضية.